والله يا ستنا ما سيبنا خرم في البلد ما دورناش فيه، زي ما يكون فص ملح وداب، كأن الأرض انشقت وبلعته يا سيدي. ده كلام يقوله رئيس الحرس؟ ده كلام يقوله واحد معتوه؟ قلتلك بقى قال علينا وأرخص لنا نتباعه في وسط الخل. ما تخرج انت تشوف هتوصله ازاي. اتحشم يا جابر. لا ازاي، هو في غير لسان يبوع في الدنيا بحالها؟ وساعة الجد تلاقي قطة. لا قطة ايه، فار. اطلع يا مؤذن، اطلع يا مؤذن، اطلع يا مؤذن، اطلع يا مؤذن وكلمنا. لا يكون ساعة جاي تهجم علينا ولا حاجة. صعب ايه يا راجل، ما تجمد شوية امال. ما تشوف يا جابر. حاضر يا سيد بدران. يا سيد بدران. ايه في ايه؟ شبان الشطوط كلهم واقفين بره ومعاهم السلاح. الشطوط؟ ايه اللي جابهم دول؟ انت مسلطهم يعملوا غزو على السلامات ولا ايه يا معز؟ كلام ايه ده اللي بتقوله يا بدران؟ تتكلمي يا ام جابر، عايزين ايه من المعز؟ عايزين يبلغوه انهم هيعزلوه من الحكم. ايه؟ لا، دول لازم يتأدبوا. احنا ملناش دعوه بيهم، المعز قدهم وقدود. هي العين تعلى عن الحاجب ولا ايه؟ دي شخطه واحده ترجعهم حالا. اطلع يا معز، اطلع وكلمنا. تبارك، اطلع يا معز. ايه ده؟ ايه حصلت كمان؟ لا يا صبي. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه يا شباب الشطوط؟ سبتوا البلد بامر مين؟ بامرنا احنا. ولحقتوا تتلموا بشله المعلم كده بسرعه؟ صحيح خبر جوازك من فاطمه بنت صبيحه؟ ده اكبر شرف ليا. ارجع عن القرار ده، والا سحبنا منك الاماره. وعلى فكره وزيرك خلاص بقى في ايدينا، يعني ما عادلكش ظهر في الشطوط. سيب فاطمه يا معز. ما تتلمي يا تبارك وشوفي بتكلمي مين. يعني هكون بكلم مين يعني؟ راجل مش مال وهدومه جري ورا حرمه وبعدين عايز يتجوز بنتها. انت قلتي ادبك قوي، ووجب عليك الحد. لا عشت ولا كنت قبل ما تمد ايدك عليها. اللي زيك يا عمدتنا، اللي راكبوا الظلم وبيحكمش بالعدل، هم اللي يتقام عليهم حد الله. ولد يا منصور، بلاش تزيد غضبي اكتر من كده. الظهر انك مصمم. ماشي يا معز، بس احنا خلاص اخترنا سعد اليتيم. انتوا تعرفوا طريقه؟ هو مش في الجبل؟ هنروح له وهناخده في حمانة لجل ما يبقى كبرنا. ويكون في معلومك بقى، انا هتجوزه وهقعد جنبه على كرسي الحكم. قوي كده يا معز، سيبهم يا سيدي يروحوا له الجبل. شايفهم يعني هيلاقوه قوي؟ مش ده اللي مضايقني يا بدران، لكن مش المعز ابدا اللي حد يقف قصاده بالشكل ده. جابر. نعمين. بعد اذن الست صبيحه والسيد بدران، تطلع وراهم بالعسس، وقبل ما يحصلوا الجبل تخلص عليهم كلهم. اخلص على مين؟ على كل دول؟ انا سيدهم وانا اللي بطلب منك، ما تسيبش ولا واحد فيهم. ده بعد اذن السيد بدران. يا سلام، قوي قوي طبعا. على الاقل علشان اهل كفر السلامات يعرفوا ان اللعب مع الكبار خطر، خطر جدا. نفذ اللي قالك عليه يا جابر. امرك يا سيد الناس. لكن الغريب ازاي يتلموا عليك؟ انت مالكش هيبه في بلدك ولا ايه؟ لا يا صبيحه، كل الحكايه انه احيانا بيظهر كده شويه عيال شامين نفسهم وبيفتكروا نفسهم انهم هيصلحوا الكون. بس انا على فكره بقى اللي غيظني قوي 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 يا معز، حكايه حبهم للواد اللي اسمه سعد ده. سعد ده بقى اللي حكايته حكايه، من اللحظه دي بقى عدوي، ولازم هيجي اليوم اللي احش فيه رقبته بسيفي. فشل يا عم سطوحي ولا كان. هو صحيح جابر بيغلي، لكن ما حدش نطق بكلمه. انا بقى رسيت خمسه سته من الشبان على كل حاجه، وناويين من الفجريه يعدوله. طب اسكت اسكت وابعد عني دلوقتي لحسن، انا سامع حد جاي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طريق الجبل منين؟ من هنا. مين؟ منصور ابن الجاهد؟ أبو الحسن؟
سلامات يا ابو الحسن. سلامات يا منصور. ايه الشباب اللي انت جاي معاه ده كله؟ عايزين سعد يا ابو الحسن. ايه سعد؟ خير يا منصور؟ خير ولا شر؟ خير طبعا يا ابو الحسن، سعد ما يستاهلش الا الخير. اقول لك ايه، هتقدروا تعدله؟ طبعا نعديله. سعد في دمياط. اجري يا منصور، ده ما بيرحمش. اجري هتقوم، مش عايز حد منهم حي. اجري وراهم، فاكر طالع. هنعمل ايه يا عم مصطوحي؟ لازم ننقذ منصور وتبارك، دول هيبقوا قوه لو انضموا لسعد هناك. انا مش مصدق ان احنا نجينا من تاني. لولا الولد ابو الحسن كان زماننا وقعنا في ايد الوحش اللي اسمه جابر، وبقينا طعام للديابة. الله يرحم كل اصحابنا اللي دفعوا الثانية. الخيانة دي بأمر المعز، ضروري تعصب لما لقينا كلنا ايد واحدة. كان نفسي تجيب لي رقاب كل الخونة معاك اشوفهم بعيني. مش واثق في كلامي ولا ايه؟ بقول لك مسحناهم من على الارض مسح، وجثثهم دلوقتي بتاكلها البوم والغربان. متهيألي جه الوقت اللي لازم ترجع فيه بلدك وتشوف مصلحتك بقى يا معز. ضروري هيحصل يا بدران. مولانا بدران. خير، في ايه؟ تاجر كبير من دمياط اسمه الشطوطي طالب يقابلك. تاجر؟ خليه يتفضل. يا اهلا وسهلا. امر مولاي. انت تعرف تجار من دمياط؟ لا طبعا انا معرفوش، بس اكيد هو يعرفني. ما تنسيش ان اسمنا دلوقتي بقى زي الطبل في التجاره. تفضل. السلام على سيد السلامات وستها. وعليكم السلام، هديتك مقبوله. جاي لك والله في الخير، وعشمي ان طلبي ما يترد. تفتكر انهم هيجوا يا سعد؟ وايه اللي يمنحهم؟ هما مش هيعرفوا ان الحكايه فيها فلوس وتجاره؟ ايه همهم في الدنيا اكتر من كده؟ لعلمكم يا جماعه، صبيحه وبدران ما يقدروش يجوا لوحدهم. انتوا عارفين قد ايه بيخافوا على نفسهم وعلى سلطتهم. اكيد هيجوا مع عسس، وعسس كتير ومتسلحين كمان. ومين قال ان احنا هنحارب يا عمتي؟ امال ليه جايبينهم؟ علشان اخد اعز اللي ليا عندهم. تقصد فاطمه؟ هتخطفها يا سعد؟ فاطمه ملهاش حياه من غير يا امي. تبقى معايا جنبي، وما نرجع تقعد جنبي على كرسي الحكم. يا ساتر، مين اللي بيخبط؟ ما تفتحش يا سعد، انا قلبي مقبوض. ازاي بس ما افتحش يا عمتي؟ استر يا رب. خير، اللهم اجعله خير. صباح الخير يا سعد. تبارك سعد. منصور، ازيك يا سعد؟ بارك ان ربنا جمعنا على بعض من تاني. دول تبارك ومنصور اتربينا سوا في الشطوط. الحمد لله. اتفضلوا. يا يا خطوه عزيزه، الست شامه والدتي. اهلا وسهلا. اللي ربنا اراد يجمعني عليها بعد زمن، ودي عمتي فوز. اهلا باهلي الغالي. اهلا بيك يا بنتي. اللي انا مستغرب له، انتوا عرفتوا مكاني ازاي؟ دي حكايه طويله قوي، لازم تسمعها من اولها. خير يا تبارك؟ في ايه؟ جرى ايه يا بنت صبيحه؟ هتفضلي معانا كده ومخك بعدك عن سكه الهنا والسعد؟ مش تفوقي بقى وتعرفي مصلحتك فين؟ خلاص يا امي، فقت وعرفت ان مصلحتي مع معز. ايه ده اللي بسمعه ده، حلم ولا علم؟ علم يا امي، علم. كل كلمه اتقالت لي من شبان الشطوط سمعتها كويس قوي، وعرفت ان سعد بقى لغيري. يا حلاوتك لما تعقلي. طب يلا يلا يا حلو، البسي وتزوقي، حظك في رجليكي، جات لنا فسحه ترد الروح. فسحه؟ ايوه، معزومين في دمياط، بيقولوا بلد حلوه قوي، اهو بالمره تتفسحي وتاخدي تتعودي على المعز. كده كل اللي بتقولوه ده كده. فاطمة اللي عهدي معاها شاهد عليه ربنا، فاطمة اللي كل واحد فينا ادى قلبه للتاني لاجل ما يعيش بيه، تسيبني وتفضل عليها يا غريب؟ مستحيل.
يمكن تكون مغصوبة. أكيد كانت مغصوبة يا ابني. مغصوبة ولا برضا؟ فاطمة ما عادتش ليك يا سعد، وراك الأهم دلوقتي يا ابني. أيوة يا سعد، وإحنا جايين ننضم لك، ولو عايز ناخدك معانا على الشطوط ونوليك علينا لأجل منكيد الجبان الخسيس اللي اسمه عز. والله ما انزل إلا على السلامات. أرض أبويا وأجدادي من اللحظات دي الحرب ابتدت ولازم أخد حقي فيها. سبحان الله في حسنك وجمالك اللي ما بتأثرش فيهم الأيام أبدا يا صبيحة. جرى إيه يا بدران؟ هو ده وقت الكلام ده؟ هعمل إيه؟ ما أنا كمان معذور. مش معقول هشوف الجمال ده قدامي يقف ساكت. أنت هتغني عليا ولا إيه؟ يلا المركب زمانها جاهزة والناس مستنية. يا ستي يستنوا، أنت لسه هتغيري هدومي، وبعدين يعني هم يلاقوا قمر أحلى منك علشان يستنوه؟ ثم إن القمر ده يطلع وقت ما يحب. بعدين أنا شايفك كده مزاجك مش حلو، ما تروقي أمها. أنا مش هطمن ولا يهدالي بال إلا لما أعرف قرار الكلب اللي اسمه سعد ده. مين؟ أنا مجابر. تعالي يا مجابر. كله جاهز يا ست صبيحة. فاطمة لبست ومزوقها بإيدي ومش سايباها طول الليل عمالة زغطها، إشي فراخ وإشي حمام علشان وشها ينور ويلالي زي زمان. بقولك إيه، أنا لبست خلاص، ما تاخديني معاك. لا 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 لا، تيجي معنا فين بقى؟ خليكي قاعدة جنب ابنك البغل، يمكن تقدري تساعديه ويلاقي سعد. وهساعده في إيه؟ هلف معاه في الحارات أدور على سعد؟ أنا عايزة أروح مع الست. من غير ما تقولي يا أم جابر، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. طب أنا تحت مستنيك لغاية ما تغيري هدومك. إلهي يخليكي ويعلي سلطانك. ما تنسيش تجيبي التعبان معانا عشان نخوف بأي حد ناوي يأذينا. واجب يا ست. هيكون يوم يا عم سطوحي، لما نفسي اقزح البحر ده اسح واحط ايدي فيه تساعد. تفتكر انه هيقدر يقف قصادهم وهم في وسط الجمع ده كله؟ بس دي فرصه ما تتعوضش. ربنا معاه. من بقك لباب السماء يا عم سطوحي. تعرف يا عم سطوحي، اول مواجهه دي صعب جدا. تعرف لو عرفوا مكانه وفلت منهم هيبقى خطر عليهم. ربنا يستر. الجماعة فين؟ جماعة مين؟ فاطمة ولا بدران؟ الاتنين قاعدين تحت. ايه مالك؟ قلقان كده ليه؟ يعني ما انتش قلقانة انت كمان يا صبيحة؟ فاطمة قبلت، يعني عايزة تتمم الجواز. طب ومال؟ وماله ده ايه؟ واتفقنا. يعني انت شفت الفرح اتقام والرايات اتعلقت؟ سيب صبيحة تلعب ملعبها كويس. والله انا خايف من ملعيبك دي. لا بكره تدعيلي، عايزاك بس بعد الرحله دي تاخد فاطمه وتطلع بيها على الشطوط، تفرجها على املاكك الواسعه وتتحجج لها بانك انت لسه هتبني لها بنايه كبيره قوي، وعلى ما تتمم البنايه نكون احنا خلصنا من سعد وكل شيء اتحل والبنايه تبقى ليكي. نفسي. اتنهد اتنهد دلو.
مرتاح للي بيعمله سعد ده ابدا. يعني عايزة يسيب حقه يا ستنا؟ دول عصابة يا سعيد، عصابة. لكن اللي انا مستغربه له فعلا، ازاي بس صبيحه قدرت تسيب الملك ده ولو حتى سعاد؟ ودي عايزه مفهوميه برضو يا ستنا، هي عايزه البنت تبعد عن سعد وتقرب من المعز، وبعد كده ترجع هي وتقعد مستريحه، والمعز يبقى هو اللي واقف لسعد، ورجاله الشطوط كلهم ما بيحبوهوش، لكن هو نبو ازرق مش ممكن يسيب الحكم بسهوله. كلنا بإيه ده كله؟ أنا عايزة ابني سليم وخلاص، وإن شاء الله يهد الدنيا على بعضها. يا ستنا الكلام ده كنت تقوليه زمان لما كان جناحك مكسور، إنما دلوقتي أنت عندك ابن راجل، راجل ولا كل الرجالة، وشباب السلامات وشباب الشطوط كلهم جايين له، حاسين إن هو الوحيد اللي هيرجع لهم حقوقهم. سعد، اتأخرت ليه يا ابني؟ البحر متحاصر. وانا برتب نروح السوق عن طريق البر الشرقي. بلاش يا سعد، بلاش يا ابني. اسمع يا امي، انا هتاني وراهم مطرح ما هيروحوا. انا بيني وبين بنت عمي عهد وانا لسه ما انخطوش. انا عمري ما كنت خاين ولا جبان. معاش اللي يعديك يا سعد. كلنا معاك، كلنا معاك يا سعد. ايه احنا داخلين حرب ولا ايه؟ انا مش عايز الا فاطمه. فاطمه بس. خد دول يا معز. ايه دول؟ أنا عارفة إنك من ساعة ما نزلت عندنا وأنت ناقصك المال. إيه يا صبيحة؟ عايزاني أشبرق نفسي قدام نسيبي؟ لا، دول عشان الفسحة وبس، وعايزاك كل ما تشوف حاجة حلوة تشتريها لفاطمة، لازم تدلعها وتفرحها. صبيحة، أنا خايف بالطريقة دي البنت تتعلق بيا أكتر، أنت عارفة أنا. شوف بقى، راح الهزار ومش فاضل غير الجد دلوقتي. انا عايزك تحط فاطمه في عينيك، واوعى تفتكر ان انا فرحانه، بالعكس ده انا بتقطع من جوه. لكن امره لازم يتم. طول ما في حاجه اسمها سعد وشام على وش الدنيا، الغم والهم هيفضلوا مليين قلبي. وصلوا يا سعد. وصلوا معاهم فاطمة، وباين عليهم هينزلوا على السوق بدري بدري، بس بعد ما يضيفوا في دار الحاكم. والمعز موجود، يعني العصابة كلها. يبقى لازم نتوزع في السوق وبسرعة، ونوقف اللي ما عرفوهوش عشان يبقى نادرج بتاعنا. هتلاقي أحسن مني برضو، ده أنا أجدع نادرج في السبع مداين. والله فكرة منصور، مفيش حد فيهم يعرفك. وأنا مش عايز مني حاجة يا سعد. تعيشي؟ لا، هفضل معاك أهو تمويه، وعشان ما تبقاش لوحدك. زي ما تحبي. أنا هبقى عند تكاكين الحرائر والعطور، أكيد هيفكروا يروحوها. أول ما يظهر ضيفهم حدلكم خبر. يلا سعد. يلا. أنت قلقان قوي كده ليه؟ زمانها جاية، يعني هتروح فين؟ أخ لو كنت سمعت كلامي كنا جبنا السهام، كنا صدناهم واحد واحد. وعرض فاطمة للموت؟ أنت ما بتفكرش غير فيها؟ دي روح القلب من جوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا منورين دمياط كلها، منورين السوق. اهلا. اتفضلوا. كل حاجه هنا اهو، اختاروا اللي انتوا عايزينه. اهلا. يا الف مرحب بالضيوف. فطومه هي اللي تختار بقى، عايز اغلى حاجه عندك عشان عروستنا الجميله. تحت امرك وامرها. الف مبروك، دي اغلى حاجه عندي. اتفضلوا. يا لهوي، ده باين انه هو. هو مين يا مجاب؟ سعد. سعد ده ايه؟ دي جننتي، كان واقف هنا اهو. وبعدين بقى في التهيؤات بتاعتك دي؟ ويمين الله شايفاه بعينيا دول. وعامل زي العفريت يطلع لنا في كل خرابه. معز، ابدر العسس بتوعك في كل حته وشوف لنا الحكايه ايه. يلا بينا. يلا. حرف. تعالي معايا من سكات، هتشوفي سعد. سعد. فاطمة. ما كنتش مصدقة عليا أول ما شفتك. أنت هنا في دمياط من إمتى؟ من ساعة ما سبت الجبل. إيه اللي عملتيه ده يا فاطمة؟ إزاي تخوني العهد اللي بيننا؟ أنت اللي خنت العهد. مش قادرة أصدق إنك تعمل كده أبدًا. أنا؟ أيوه، والدليل أهو.
تبارك قالت لي في السلامات ان انتوا هتتجوزوا. انا ما قلتش الكلام ده غير عشان خاطر سعد، عشان يعرفوا ان شوكته هتقوى وهيفضل ثابت قدامه. يعني الكلام ده مش حقيقي؟ لا طبعا، سعد بيحبك، ما بيحبش حد غيرك. انت بقى ايه اللي عملتيه ده؟ وحياة عيونك الحلوين دول ما هيطول مني شعره، لكن لازم اسايسه لحد ما انصرك عليه وعليهم وابعد عنك شرهم. يلا تعالي معايا. لا يا سعد اعقل، انت اسمك يتقال، لو اختفيت الحرب هتكبر وحاكم دمياط نفسه هو اللي هيدور عليك، وساعتها يسلمك ليهم وينهاشف لحمك بسنانهم. فاطمه معاها حق يا سعد. يعني اعمل ايه؟ اسيبها تضيع مني واقفه اتفرج؟ انا اللي يمكن واقفه على كتب كتابي وهفضل مستنياك يا سعد. امسك. ايه ده؟ دي فلوس المعز، انت اولى بيها. ما اقدرش اخد حاجه مش بتاعتي. اكل بيها اللي معاك، انا لازم امشي دلوقتي. فاطمه. الحقوني الحقوني، الست فاطمه اتخطفت. فاطمه مش جايز تكون تاهت في وسط الزحمه يا وليه؟ تاهت ايه؟ اكيد الف واحد هيلاقيها. ولا يمكن ابن بتاعت الزيت خطفها. خطفها؟ ده يبقى اخر يوم في عمره. انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ ما تتحركوا تدوروا عليه. ايه جت اهي. انت كنت فين؟ انتوا اللي كنتوا فين؟ ايه ده؟ مش ممكن.